طيب أخوي حمد، بما أنك صرت مشهور خصوصاً بعد ما أنقذت نفسك من الاحتباس داخل الباص وفكرت بالحل بذكاء ما شاء الله عليك، ممكن تعطينا معلومات زيادة نفيد فيها جمهورك؟ طيب، ودي أوضح لكم المناطق الخفية اللي في الباص. هذه علمني عنها السواق. إيش تقصد بالمناطق الخفية؟ اللي الناس ما تدري عنه إنه في مناطق خطيرة مخفية يمكن السواق ما ينتبه لها. هذه مناطق يمكن تخلي الطالب يندعس إذا ما كان يعرفها زين. أول شيء وأهم شيء، هذه المنطقة هي أخطر منطقة بالباص، ولا أحد يفكر يقرب منها. وهذه منطقة بعد خطيرة مرة. المنطقتين هذه ملونة بالأحمر لأن الباص إذا مشى قدامه ورجع ورا يكون خطير مرة على الطلاب. والمناطق الصفرة صح أنها أقل خطورة من الحمراء بس تعتبر خطرة بعد، لازم الواحد يكون حذر مرة إذا كان قريب من هذه الأماكن. بالنسبة للنزول من الباص، بعد ما تنزل لازم أقل شيء تمشي 5 خطوات وتبعد عن الباص. آخر شيء ودي أقوله للطلاب والطالبات نصيحة، إذا جيتوا تركبون أو تنزلون امشوا بشويش وبدون ركض، وإذا طاح شيء من أغراضك على الأرض لا تفكر تاخذه لأنه يمكن يمشي الباص ويدعسك لا سمح الله. يعطيك ألف عافية يا حمد، ممكن أخذ معك سيلفي؟ أكيد، تفضل.